في النيل يوم 12/8/2020 جولة صباحية. في أخ في النيل الآن سنخرج إلى صيد القصبة لمصيد الجمل إن شاء الله. نتمنى أن تكون جولة الصيد هذه موفقة. جيبوا الشراغي، سليتيات، كوربينا، أبلاغ، الصيادة خارجين، شتوم ديرنا. الله يوفق الجميع. كيفاش كتشوف هذا الجو؟ واش هذا الجو صالح للصيد ولا الجو ممتع؟ هسه كمان الناس ديال الجو ممتع، يبارك فيك. كاين شويه ديال الريح، يمكن نتهنا حنا يلاه خارج زوم على كاتب عليك العالم. كاين شويه ديال الريح ولكن معليش هذا ماشي ديال الريح اللي قاصر بزاف. ان شاء الله جوله ممتعه ان شاء الله. نتمنى يلا خير الشيخ اللي تيدير واحد الفيديو اتجاه المصير. خرجنا بالعشية ضربنا الدور في المصير ولكن كنا فيه الراية بعد معادي وفلق كان مبارد الصباح أولي العشرة وبين واربعين دقيقة خبط باقي الضباب مازال لا ما كاينش الابلاغ هنا في الصفا الابلاغ هنا كيكون في الصفا غادي تخلينا بعض المصايب تكون فيهم الراية بعض المصايب تكون فيهم الابلاغ نرجو نفهم نرجو الناحية الأخرى اللي هي تقرب مع شاف طريق السيارة الجديد هذا هنايا الطريق القديم لا طريق السيارة الجديد فين خدامين خدامين مدام
اليوم الصيد راه بين السنارات يعني راه هذه بادرة خير حتى هي بعدا ان شاء الله. مصيادنا القديم قديم جدا جدا جدا، هذا هو أول مصياد طحنا فيه معايا، كان الصيد فيه ممتع جدا. واش تحطوا فيها البارازار ولا قالها لكم شي واحد؟ مجموعة ديال الأصدقاء، ها؟ منهم سي قويسم، سي سرنيش، وين سرنيش؟ منهم نمشيو منو ليه؟ ما قلتش راه هانا من خصك نزرع، متى ونزلوا من تما؟ قولها الشيخ؟ أنا تنزل منو ساهل هنا. قلت لك واش هذا المصيد غير خرجتوا فيه ولا وراه لكم شي واحد؟ هذا سيدي وروه هنا شي اصدقاء هذا هاد الماء واش كيتحرك فيه الحوت ولا كيفاش كيبان لك؟ بلاصة السليتية هنايا بلاصة الكوربينة ديال الكوربينة هنايا ما كاين غير جبد ولوح ان شاء الله وانت غادي تشوف كاين مناطق متعددة هنايا مزرع هنا هاد المسير هنا تغير لي الملامح ديالو بزاف ماشي هكا كان سبحان الله الله نتمناو خيرا كاين شويه ديال الموج اليوم موج مرتفع الى لاحظت ولكن فهاد الجو هذا هو كي هذا غادي يعود يبان لك الحوت اللي كتقلب الموج يعود يبان لك ابلغ ان شاء الله ما يصطلح عليه هنايا بلولو بلاش بلاش